جزاء يصفرها حكم المباراة السنغالي. لا نعم نعم، ضربة جزاء يصفرها حكم المباراة في الدقيقة 43 وبطاقة صفراء لجاكوب مخازي. غير منتظرة تماما هذه الكرة، وضربة جزاء يصفرها الحكم لصالح جوليت. شوف هنا سبق خاصية شوية، ولكن الحكم صفر ضربة جزاء وهو سيد الموقف. الدقيقتان الأخيرتان حكم اللقاء يمنح ضربة جزاء لصالح المنتخب الجزائري ويمنح بطاقة صفراء للحارس جاكوب مخازي. في وقت فعلا مهم وحساس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من سينفذ؟ مترف أو محمد مسعود أو عبد المؤمن جابو؟ في النهاية معيزة هو اللي راح ينفذ، عندي إحساس غريب. المهم لا أقوله، معيزة في تنفيذ هذه المخالفة ضربة الجزاء لصالح المنتخب الجزائري. تركيز كبير من عادل أمام الحارس جاكوب مخازي الذي أظهر قدرات وإمكانيات كبيرة. عادل معيزة ومخازي سجل جول. معيزة يفتح مجال التسجيل للمنتخب الجزائري عند الدقيقة 44 من ضربة جزاء. الحارس مخازي ارتمى في المكان اللازم والجهة الصحيحة، ولكن تسديدة معيزة كانت أرضية باغتت الحارس وافتتح مجال التسجيل للمنتخب الجزائري. طبعا بالنظر للفرص الكثيرة التي أتيحت له كان يستحق أنه يفتح مجال التسجيل سواء من ضربة جزاء أو من لعبة.